شلونك حال شباب؟ معكم شركي ايال شركي كيف جاكم فيديو جديد. طبعا شباب اليوم جايب لكم مراجعتي لكول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور او الحرب البارده. كنت ناوي اسوي مراجعه على الالفا اللي كانت من اسبوعين، بس بعدين قررت اني اجلها للبيتا لانه بالبيتا يعني راح تكون اللعبه مكتمله اكثر وراح تكون نوعا ما نسخه مصغره عن اللعبه كامله على عكس الالفا، وكويس اني استنيت لانه في كتير تغييرات صارت بالبيتا. ففيديو اليوم راح اتكلمكم اول شيء على الاشياء اللي حبيتها باللعبه وبعدين الاشياء اللي ما حبيتها، ومن الاشياء اللي ما حبيتها في شيء جدا سيء لدرجه انه لو استمر ممكن حرفيا ما يخليني العب المالتي بلاير ببلاك اوبس كولد وور انا وكثير من الناس. فالفيديو على اليوتيوب مثل ما شايفينه حاليا مقسم لقسمين، قسم الاشياء الكويسه وقسم الاشياء السيئه. لو بدك تسمع الاشياء الكويسه بدك تروح على السيئه على طول، فقدم الفيديو الاشياء السيئه، بس نصيحه شوف الفيديو كامل عشان تاخذ فكره كامله عن اللعبه. طيب خلينا نبدا بالاشياء اللي حبيتها. اول شيء نظام الكلاس او اللود اوت حبيته بشكل جدا كبير، الحمد لله انه ما حطوا نظام البيك 10 او العشر نقاط اللي شفناه ببلاك اوبس 3 بلاك اوبس 4 وبلاك اوبس 2. كويس انه ما رجعوا، لاني اكره النظام اللي مثلا يخليك تحط اتاتشمنت زياده على السلاح او بيرك زياده بالمقابل لازم تضحي بقنبله او بفلاش. لا، احب ادخل الجيم معي كل شيء، معي سلاح ثاني، معي قنابل، معي فلاش، معي فيلد ابجريد. فهالنظام جدا جدا خرافي. والشيء الحلو انه حاليا الشوت جان صاروا بالسكندري. ادري ممكن معظم الناس ما يحب هالشيء، بس انا صراحه حبيته بشكل جدا كبير لانه بمودر وورفير دائما كنت استعمل اوفر كيل واحط شوت جان كسلاح ثاني، واظن معظم الناس يستعمل بيرك الاوفر كيل بمودر وورفير عشان لان الاسلحه الثانيه او السكندري ويبن بمودر وورفير جدا ضعيفه سواء المسدسات او الار بي جي، بينما هون حطوا لنا الشوت جنز ما هم جدا اقوياء نفس الموجودين بمودر وورفير، بس كويسين يعني صراحه ما شفتهم ضعيفين، شفتهم نص بين القوي وبين الضعيف، وحطوا لنا اياهم بالسكندري ويبن. فحاليا ما في داعي نحط بيرك الاوفر كيل نفس ما تقريبا 80% من لاعبين مودر وورفير حاطين بيرك الاوفر كيل دائما، واصلا هون ما في بيرك اوفر كيل، صار وايلد كارد او بطاقات راح نتكلم عليها بعد شوي. وشيء خرافي انه رجعوا نظام الجن سميث من مودر وورفير. اللي ما بيعرف قبل مودر وورفير كان لما تحط اتاتشمنت على السلاح يكون عندك نوع واحد من كل شيء، يعني عندك جريب واحد، عندك سايلنسر واحد وكذا، بينما هون الجنثمث عندك اربع سايلنسر، عندك خمس جريبات، عندك تنويع بشكل مو طبيعي نفس مودر وورفير. فحاليا فينك تضبط سلاحك بالتفصيل ببلاك اوبس. والشيء الحلو انه الجنثمث هون فيه تفاصيل مو طبيعيه، يعني بمودر وورفير كنت لما تحط اتاتشمنت يحكي لك شو الاشياء الكويسه اللي فيها وشو الاشياء اللي سيئه، ولو بدلت بين الاتاتشمنت يحكي لك انه لو حطيت هذا الاتاتشمنت بدل هذا راح تصير عندك سرعه السلاح اقل بس القوه اكبر. هون حاطين لك بالارقام بالتفصيل، لما فعليا لما تبدل من اتاتشمنت لاتاتشمنت راح يحطوا لك جريده مثل ما شايفين قدامكم حاليا، يحكوا لك انه لو غيرت من هالاتاتشمنت خلينا نقول من هالجريب لهالجريب راح تصير عندك القوه اكثر ب 5%، السرعه راح تصير اقل ب 3%، فعليا بالتفصيل الممل. فهذا الشيء جدا خرافي، راح يعطي تفاصيل مو طبيعيه بالاسلحه. وبالنسبه للبركات حسيت فيها نفس الشعور اللي حسيته اول ما شفت البركات ببلاك اوبس 4. بلاك اوبس 4 اول ما شفت البركات ما في اي بيرك مهم، اشوف البيرك الاول اشوفهم كلهم احكي يلا خلني احط هذا ليش لا، الثاني احط اي واحد والثالث اي واحد، ما في والله بيرك لازم احطه، على عكس مودر وورفير. مودر وورفير دائما لما احط البركات احتار يلا احتاج هالبيرك، بس هالبيرك احتاجه اكثر، بس كمان احتاج هالبيرك. مودر وورفير البركات فيها جدا مهمه، على عكس هون البركات تحسها شيء فرعي. الشيء الحلو انه بيرك الديد سايلنس رجعوه باسم نينجا. مودر وورفير كانوا كثير ناس عم يشتكوا انه ما في ديد سايلنس، حطوه كفيلد ابجريد، فهون رجعوه كبيرك. بس ايه البركات ما حسيتها جدا مهمه، وصراحه ما اعرف هل شيء كويس ولا سيء، يعني بالنسبه لي ما اقدر احط هذا الشيء كويس او سيء، فحطيتها مع الاشياء الكويسه. والفيلد ابجريد جدا عجبوني، نفس مودر وورفير وبلاك اوبس 1، نفس نظام بلاك اوبس 1 عندك قنبله وفلاش وعندك فيلد ابجريد اللي هم كمان نفس بلاك اوبس 1، الشيء اللي تحطه على الارض ويورجيك الخريطه، الشيء اللي تحطه على الارض ويشوش الخريطه، الشيء اللي تحطه على الارض يقصف الطيارات، هالاشياء كلها كانت موجوده ببلاك اوبس 1 الا الشيء اللي يقصف الطيارات. ونفس مودر وورفير انه راح تنشحن، يعني لما تستعمل فيلد ابجريد ومتت ورجعت عشت ما راح تكون موجوده، لازم تستنى لترجع
تجيك، بينما بلاك اوبس 1 كان لما تموت وترجع تعيش ترجع لك على طول. فهالشيء جدا خرافي، وصراحه اتمنى يحطوا اشياء كلاسيكيه من بلاك اوبس 1، نفس الكاميرا مثلا اللي تحطها بمكان وتصير بدال خريطه عندك شاشه. فاتمنى يعني مع الوقت باللعبه مع التحديثات يرجعوا لنا الكاميرا والاشياء الخرافيه اللي شفناها ببلاك اوبس 1. ونظام الوايلد كارد جدا جدا رهيب. الوايلد كارد كان دائما موجود مع نظام الكلاسات اللي هو العشر نقاط، بينما هون حطوا نظام كلاس عادي نفس مودرن وورفير مع الوايلد كارد. رجعوا الوايلد كارد اللي هو مثلا عندك وايلد كارد خليك تحط 6 بركات، شيء جدا رهيب. عندك وايلد كارد خليك تحط مانا اتاتشمنت على السلاح، فعليا تحط كل اتاتشمنت على السلاح الاصلي تبعك. عندك الوايلد كارد اللي نفس بيرك الاوفر كيل بمودرن وورفير بيخليك تلعب بسلاحين البرايمري، ونفسه بيخليك تلعب بسلاحين سكندري. فينك تحط اي بيرك باي مكان، فينك تحط مثلا عند البيرك 2 بيرك من الاول، او من عند البيرك 3 من البيرك من الثاني، يعني تنويع بشكل مو طبيعي. فالوايلد كارد جدا عجبوني. والشيء الخرافي اللي اضافوه بالبيتا ما كان موجود بالالفا، انه حاليا لما تفوت على السيتنج فينك تضبط الاعدادات على راحتك. قبل اجزاء كول اوف ديوتي لما تفوت على السيتنج فينك تضبط فقط الحساسيه او السنسيتيفيتي، بينما حاليا فينك تضبط حساسيه الانالوج يعني مثلا لما تعطي نايف او شيء فينك تحط انه حساس زياده او اقل. فينك الهيت ماركر تحط انه تبي هيت ماركر او لا. فينك مثلا اسماء اصحابك تبي تشوف اسماء اصحابك ولا لا، تبي تشوف عداد الحياه تبعهم ولا لا. فينك تتحكم بكل شيء بدك اياه، وهذا الشيء اظن ما شفناه باي جزء كول اوف ديوتي قبل هيك. فينك تتحكم بالهاد وكل شيء. والشيء الخرافي اللي هو الفيلد اوف فيو، الفيلد اوف فيو شيء رهيب اخيرا اجى على الكونسول، اللي هو مجال الرؤيه. فينك تخلي مجال الرؤيه 120 وتلعب على البلاي ستيشن كانك قاعد تلعب على البي سي، شيء جدا رهيب. اول ما حطيت الفيلد اوف فيو 120 خلاص حسيت اللعبه صارت سريعه، الرسومات صارت احلى. وبعد ما لعبت تقريبا 4 ساعات ورجعت بعدين للعادي اللي هو 80 ما عرفت العب فعليا، قلت اوف انا كيف طول حياتي قاعد العب على فيلد اوف فيو 80. شيء غير اللعبه بشكل جدا كبير، واخيرا سووه بكول اوف ديوتي. هالنظام كان موجود بلعبه ابيكس ليجند على البلاي ستيشن، وحاليا طبقوه بكول اوف ديوتي. طبعا هالنظام موجود على البي سي من زمان، بس هي اول مره يحطوه على الكونسول، لانه اللي ما بيعرف هالنظام كان صعب يطبقوه على الكونسول لانه يحتاج قوه جهاز، لان انت لما قاعد تلعب وتشوف اشياء اكثر فلازم جهاز يكون اقوى. فاخيرا قدروا يسووها على الكونسول او البلاي ستيشن 4. واللعبة تحسها جدا سريعة، بالذات مع السلايد أو الانزلاق تحسها جدا سلسة وجدا سريعة، والانزلاق يوديك أماكن جدا بعيدة وسريعة. فصراحة شيء جدا حلو. وكمان الحلو باللعبة إنه فيها جمب شوت، إنه عادة متعودين قبل بألعاب كول أوف ديوتي اللي فيها طيران ومش على الحيط، اللعب كله جمب شوت، بينما لما رجعوا إنه اللعبة صارت تمشي وما فيها طيران، رجعنا للي هو لما تلاقي واحد قدامك تنسدح على الأرض على طول وتذبحه. بهاللعبة ما فينك، لأنه لما تنسدح على الأرض سلاحك ما فينك تطخ عليه. فحاليا معظم الناس حاب يسوي جمب شوت، هاد الشيء اللي بيساعد اللعبة تكون أسرع، ما يساعد على الكامبرة. وغير هيك اللعبة ما فيها فلينش. مودرن وورفير كانت جدا واقعية، نظام الأسلحة والجرافيكس كل شيء مودرن وورفير جدا واقعي، وحتى الفلينش. فلما واحد يطلق عليك بمودرن وورفير سلاحك رح يطلع لفوق، فلو إجا واحد قدامك وأنت طخيت عليه وهو سلاح طلع لفوق وطخ عليك، في احتمال جدا كبير إنه يجيبك هيد شوت لأنه سلاحه ارتفع لفوق. بينما هون ما في فلينش، هون نوعا ما غير واقعية، بس سووها هالشيء قصدا عشان اللعبة يكون فيها تحدي أكتر. يعني لو أنت شفت واحد وطخيت عليه اللي قدامك شاشته رح تضل ثابته، سلاحه رح يضل ثابت، بس بالمقابل ما رح يطلع سلاحه ويذبحك هيد شوت بسهوله، وبالتالي انت خسرت بس لانه هذا الشخص كان محظوظ. فهون خلوها نوعا ما شغل تحديات ولعب اكثر ما هي شغل واقعيه. طيب حاليا خلينا نتكلم على المابات. المابات فيها كتير الوان حلوه ملونه نفس اجزاء بلاك اوبس المتعودين عليها، نفس مثلا نيوكتام ببلاك اوبس كلها الوان كل مكان، على عكس مودرن وورفير. مودرن وورفير صحيح انه واقعيه اكثر، بس الالوان دائما باهته، الالوان كئيبه على عكس اللعبة. غير هيك رجعوا لمابات الثري لين او الثلاث خطوط. اللي ما بيعرف هالنظام، هالنظام موجود باخر اجزاء كول اوف ديوتي كلها ما عدا مودرن وورفير. من زمان خلينا نقول على مودرن وورفير 2 ومودرن وورفير 3 هالنظام ما كان موجود، كانت المابات تصميمها عشوائي ما لهم ماشيين على نظام معين، وانا صراحة احب هالنظام اكثر. بس بعدين صاروا يمشوا على نظام الثري لين اللي هو انه كل ماب في خط وسط، خط يمين وخط يسار، فبالتالي المابات راح تكون اصغر، راح يكون في قتال اسرع، وما راح يكون في كامبرا نفس الموجودة بمودرن وورفير. ليش قلت رجعوا؟ لانه مودرن وورفير غير، مودرن وورفير رجعوا للنظام القديم. لو بتشوفوا ديزاين المابات بمودرن وورفير ما هو 3 لين او ما هو نظام الثلاث خطوط، لا المابات عشوائيه، في مابات فيها بنايات بالنص على انفاق على كذا، ما عدا ماب وحيد اظن الماب الوحيد اللي 3 لين، او يعني لا في اكثر من ماب، بس اكثر ماب واضح انه 3 لين بمودرن وورفير هو ماب شوت هاوس، وهذا اشهر ماب بمودرن وورفير. فواضح انه نظام ال 3 لين الناس يحبوه اكثر، مع انه انا مثل تلكم ما احبه كثير، احب نظام المابات العشوائي. فاي حاليا كل المابات اللي شفناها
هي ثري لين ما عدا مابات الكومبايند ارمز. وعلى سيرة الكومبايند ارمز جدا عجبتني لانه هي خليط بين الجراوند وورد شفناه بمودر وورفير وبين المابات العاديه. الجراوند وورد بمودر وورفير كان 64 لاعب، كانت مابات جدا كبيره ودبابات وهليكوبترات، تحسها باتل فيلد فعليا باتل فيلد. ما حبيتها، انا ما حبيتها ابدا الجراوند وورد بمودر وورفير لاني ما احب باتل فيلد نوعا ما، ما احب الالعاب اللي هي مابات ضخمه وكذا، احب الملتي بلاير الصغير اللي ما تطول عشان تلاقي واحد وتذبحه وتدخل في فايت. فالكومبايند ارمز هون عملوا خليط بين الاثنين، عملوا خليط بين الجراوند وور وخليط بين اللعب العادي، عملوا لك ماب كبير بس ما هو نفس كبر جراوند وور، وحطوا فيه لاعبين كتر بس مو نفس عدد الجراوند وور، حطوا 24 لاعب وحطوا لك دبابات وموتورات، واكيد راح نشوف الهليكوبترات لما تنزل اللعبه كامله لانه شفناها بالاعلان، بس الماب نفسه ما هو ضخم، ما راح تضل تمشي وتطول عشان تلاقي حتك، لا وين ما تمشي راح تلاقي فيه فايت. فجدا عجبني الكومبايند ارمز صراحه. الجراوند وور اللي كان موجود بمودرن وورفير لعبته اول ما نزلت اللعبه، تحمست عليه شوي، بعدين شوي شوي سحبت عليه وصرت العب الاشياء العاديه، بينما هون الكومبايند ارمز اظن ما راح يسحب عليه نفس الجراوند وور. واخر شيء عجبني هو شيء بسيط ما ادري اذا انتبهتوا عليه، واللي هو انه لما تروح على قائمه الفريند او الاصدقاء جوا اللعبه راح تشوف كل صديق من عندك عم بيلعب ماوس او كيبورد، عم بيلعب بي سي بلاي ستيشن او اكس بوكس، تشوف البارتي اللي هو داخل معاه وتشوف اذا قاعد يلعب زومبي ملتي بلاير او وور زون. هالاشياء كانت موجوده قبل يعني مودرن وورفير، فينك تروح وتشوف صاحبك شو قاعد يلعب وكذا، بس مو بهالتفاصيل ومو بهالشكل الحلو، فهي نقطه جدا عجبتني صراحه. طيب حاليا خلينا نتكلم على الاشياء السيئه. اول شيء الاصوات باللعبه، الاصوات بالالفا كانت جدا رهيبه، كان فينك تسمع خطوات الرجلين، فينك تسمع اللعب بهدوء، اصوات الاسلحه ما هي عاليه، بس الناس اشتكوا انه اصوات الاسلحه بالالفا كانت نوعا ما كرتونيه، ما هي واقعيه، كثير ناس انزعجوا من هالشيء، فشو عملوا بالبيتا؟ علوا اصوات الاسلحه خلوها واقعيه اكثر، فصار ازعاج، صار ازعاج مو طبيعي، ناس العاب كول اوف ديوتي اللي قبل. حاليا اصوات الاسلحه جدا عاليه، اصوات الخطوات والانفايرمنت ما تسمعها لانه صوت السلاح مغطي على كل شيء، كل هذا لانه الناس اشتكوا انه اصوات الاسلحه كانت كرتونيه بالالفا، فاتمنى يرجعوها نفس الالفا. حاليا بالبيتا صوت سلاح جدا عالي مشان يحسسوك انه واقعي، بالتالي ما تسمع صوت خطوات الرجلين او البيئه او كذا، فهالشيء جدا سيء، اتمنى يرجعوه نفس الالفا، لو رجعوه نفس الالفا راح يكون خرافي ما عندي اي كلام عليه. ثاني شيء ما عجبني هو الكل ستريك ونظام الكل ستريك. الكل ستريك يعني عادي جدا، ما في شيء اللي هو مميز اللي حمسك تجيبه نفس الكلاب او السوار اللي شفناهم باجزاء بلاك اوبس قبل، ما في شيء اللي شيء مميز شيء تستمتع لما تجيبه. حاليا كل ستريك يعني اعلى شيء تشوبر جنر، وفي شيء قبله هليكوبتر، اشياء جدا عاديه. وغير هيك نظام الكل ستريك، شوفوا نظام الكل ستريك اول ما شفته عجبتني فكرته بشكل مو طبيعي، بس بعدين مع اللعب اكتشفت انه سيء. خليني اشرح لكم شو النظام بشكل مختصر. كول اوف ديوتي قبل لما تذبح 4 راح يجيك يو اي في، لما تذبح 10 يجيك هليكوبتر او شيء من هالكلام. حاليا لا، حاليا لو ذبحت 4 ومتت ورجعت عشت ما راح يروح منك الشيء اللي مجمع، راح تضل مجمع، بس بالمقابل خلوا الكل ستريك جدا عالي، يعني فعليا الشوبر جنر 8000 وانت لما تذبح واحد راح تجيب 50 سكور، فلازم تذبح 160 شخص عشان تجيب الشوبر جنر. فشو عملوا النظام؟ عملوا النظام اللي هو السكور المضاعف، يعني لو قتلت واحد راح يعطيك 50، لو قتلت 2 راح يعطيك 100، لو قتلت 4 وبعدين قتلت الخامس الذبحه الخامسه راح تعطيك قد الاربع قتلات كلها، لو قتلت 10 اشخاص وبعدين قتلت رقم 11 ذبحه واحده راح تعطيك سكور قد العشر قتلات كلها، ان كل ما تقتل زياده راح يتضاعف، فلما تموت راح يروح من عندك السكور لانضاعف. ففكره حلوه، فكره جدا حلوه، فكره جدا عجبتني، بس شو الشيء اللي مو حلو فيها؟ انه حاليا نهايه اي جيم ببلاك اوف كولد وور الكل قاعد يجيب الكل ستريك، لانه هالنظام يخليك انه تجيب الكل ستريك حتى لو ضليت تموت راح تجيبهم بس باخر الجيم. فحاليا بنهايه اي جيم ببلاك اوف كولد وور اللي منزل شبر جنر، اللي منزل الهليكوبتر، يلي حاطت القصف، فلازم يضبطوها. يعني انا ما عندي مشكله يستمروا على هالنظام، بس يعني لازم يضبطوا شغله انه الكل ستريك تجيك بنهايه الجيم. انا فعليا كل مره اجيب تشوبر اشوف السكور يكون خلاص باقي على الجيم 40 ثانيه، دائما اجيب الكل ستريك بنهايه الجيم، فما ادري ما فكروا فيها لما سووا هالنظام. طيب حاليا خلينا نتكلم على الجرافيكس. بالنسبه لي ما عندي مشكله، متعود على هالكلام، متعود انه جرافيكس مودر وورفير او انفينيتي وور يكون واقعي، اللعبه تكون واقعيه، وجرافيكس بلاك اوبس يكون نوعا ما كرتوني اركيد، هم قصدا عاملين هالشيء. بس في كتير ناس لاعبين جدد بدأوا كول اوف ديوتي او رجعوا على كول اوف ديوتي على مودرن وورفير، واكثرية هالناس هم العرب، فمتوقع عدد جدا كبير من العرب اللي لعب مودرن وورفير سيرش اند دستروي وحبها بشكل مو طبيعي، حاليا لما ينقل على بلاك اوبس راح يحكي شو هالجرافكس السيء، شو هالجرافكس التعبان، وراح يسحب على اللعبه ويرجع على مودرن وورفير. الناس ما هم متعودين انه بلاك اوبس هذا نظامها ومودرن وورفير هذا نظامها. اظن نحن اللاعبين اللي نلعب كل كول اوف ديوتي ما راح نعاني مشكله بالجرافكس، بس اللاعبين الجدد راح يواجهوا مشكله. وغير الجرافكس في كثير جلتشات، اتمنى
يصلحوها على الفول جيم، واحتمال كبير انهم يصلحوها نفس اللقطه اللي شايفينها من اليوتيوبر ادريفتر، اللي هو انه مثلا طلع برا شاف واحد قدامه راح تخبى جوا البنايه على طول وتخبى ورا الحيط، مع هيك مات. ولما شاف الكل كام شاف انه هذا الشخص قاعد يطلق على الحيط وذبحه. ممكن حد يحكي انه الطلقات اخترق الحيط، بس لا، هذا جليتش، واضح جدا انه جليتش. غير هيك لما تروح على السنتري جان حاليا بالبيتا اللي محطوط على 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 اماكن معينه وتحركه يمين ويسار راح تلاقي قاعد يقطع. بس من قلت لكم هالاشياء احتمال جدا كبير لما تنزل اللعبه تتعدل. وحاليا خلينا نتكلم على اسوأ شيء والشيء اللي فعليا ممكن يخليني ما العب المالتي بلاير لما تنزل اللعبه واضل بالزومبي وطول القصه، بس اللي هو الاس بي ام ام او السكيل بيس ماتش ميكينج، اللي هو باختصار انه لما تلعب جيم وتقتل وتجيب كل ستريك وتطلع من جيم خرافي ومبسوط فيه، الجيم اللي بعده راح يدخلك مع ناس داعسين مثلك، ناس مثلك اخر جيم لعبوه دعسوا فيه وطلعوا كل ستريك والكي دي تبعهم نفس الكي دي تبعك. فبالتالي كل ما تلعب كل ما تقتل وتسوي مستوى افضل راح يدخلك مع ناس اصعب واصعب لتوصل لمستوى انك تفوت على جيم خلاص كل اللي ضدك معرقين، كل اللي ضدك قاعدين يجيبوا كل ستريك، قاعدين ينطوا في كل مكان، خلاص شبه مستحيل انك تذبح واحد بشكل طبيعي. هذا الشيء جدا سيء. من كتر ما هو سيء لما نزلت الالفا كان ترند بالعالم اس بي ام ام، فوق 10,000 تويت عليه، وحاليا بس نزلت البيتا رجع ترند مره ثانيه بالعالم اس بي ام ام، فوق 10,000 تويت، الناس عم يطالبوا الشركه انها تمسح الاس بي ام ام، وكثير يوتيوبر عملوا فيديوهات انهم ما يمديهم يلعبوا اللعبه اذا راح يستمروا على هالنظام. هم الشركه ليش بدهم هالنظام؟ هالنظام كويس للاعبين الجدد، لو واحد بدا جديد في اللعبه راح يدخل مع ناس نفس مستواه، كلهم ناس نوبس، فراح يذبح ويستمتع وكذا، وبعدين مع الوقت بس يصير لعيب راح يدخل مع ناس لاعبين. فهم بدهم لاعبين جدد، ما بدهم والله اللاعب الجديد لما يبدا اللعبه يندعس من اول جيم ويكره اللعبه ويخليها. فمشان هيك عملوا هالنظام. بس يعني فينهم يسووا هالنظام غير الاس بي ام ام؟ يعني فينهم لو واحد يبدا اللعبه جديد يحطوه بنظام نوعا ما شبيه بهالشيء، بعدين خلاص يدخلوه بالنظام العشوائي اللي هو تلعب مع كل الناس، ما في والله انه تلعب مع ناس من نفس مستواك. اجزاء كول اوف ديوتي قبل خرافيه كان دائما الماتش ميكنج عشوائي، تفوت مع ناس عشوائيين، مع ناس نوبس، مع ناس لعبهم متوسط، مع ناس لاعبين والكل يستمتع. بينما حاليا خلاص كل ما تلعب راح يدخلك مع ناس من نفس مستواك، راح يصير اللعب اصعب واصعب، وبالتالي راح تطفش بسرعه لانه ما قاعد تدبح، ما قاعد تجيب كل ستريك، ما قاعد تستمتع باللعبه. وللاسف شكلهم راح يستمروا على هالنظام لانه بالبيت خلوها أسوأ. بالألفا كان لما تفوت جيم وتدبح وتطلع من الجيم راح يخليك مع نفس اللوبي، لو غادرت اللوبي ودخلت جيم جديد راح يغير اللوبي ودخلك مع ناس أصعب وأصعب. حاليا بالبيتا بعد كل جيم إجباري راح يغير لك اللوبي ويدخلك مع لوبي ناس أصعب. فشكلهم راح يستمروا مع هالنظام لأنه هالنظام راح يزيد مبيعات اللعبة أكثر وأكثر، راح يخلي لما واحد جديد يبدأ باللعبة يستمتع يدبح، ما راح يدخله مع ناس لعيبة أو ناس لعبة متوسط، راح يدخله مع ناس منوب، فبالتالي هذا الشخص راح يحب اللعبة ويشتري الباتل باس ويشتري سكنات، بعدين بعد شوي ينصدم بالواقع لما يصير لعيب شوي راح ينصدم انه راح يدخل مع ناس لاعبين ويكره اللعبه، بس خلاص يكون اشترى اللعبه، اشترى سكنات، اشترى باتل باس وخبر اصحابه يجوا يشتروا اللعبه. فعشان هيك هم عاملين هالنظام. فنستنى اذا راح يعدلوه او لا. فاي شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى نهايه الفيديو لا تنسوا تعملوا بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات ارائكم، وبس كلمكم شركيال شركه كيشكم دي هالتاني ان شاء الله. مع السلامه.